السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكاء الصناعي هيلخص لك الفيديو، لو عندك فيديو طويل ساعة ساعتين، فكل عليك ان انت تاخد اللينك بتاع الفيديو وتحطه هنا، تمام؟ فهو يبدأ يجيب لك ملخص ليه، هيقول لك الفيديو ده بيتكلم على ايه والحاجات دي كلها، بحيث لو انت فعلا حاسس ان الموضوع يستحق وعايز تتفرج عليه اتفرج عليه، لو حاسس لا ان هو بيتكلم في موضوع تاني خالص خلاص كنسل.